باش ينتصر ويحقق 6 نقاط ويستغل الكلاسيكو بين الترجي اورلاندو. كرة أخرى خطيرة للفريق الغيني يدخل منطقة الجزاء صعبة جدا، كرة صعبة برشا على الترجي الرياضي. 20 دقيقة ممكن نقول حورية متفوق بالنقاط، والكرة الغيني وسط الميدان عن طريق اللاعب بافور. بافور تحط الكرة طويلة في وسط الميدان من جهة اليسار من جهة بن محمد، خطير الكونترول الداخلة فرصة وكرة ضاعت بتألق من رامي جريدي. أخطر فرصة وأخطر ثاني فرصة وكرة من جانب فريق حورية كوناكري. كرة خطيرة جدا، سهولة في الاختراق وبونيفا سابا يبعد على بن محمد ينجح في الفوز بالدويل، يخرج راس راس بلمسة فنية حاول يغطي الحارس ولكن كرة برا خرجت بين رامي والشمام حذاري. المباغتة والكرة أجوال رغم أن الترجي يقبل في اللعب ويعاني من الصعوبات الآن، لكن الكرة للهدف الأول بالراس والهدف الأول للترجي الرياضي. 1-0 للترجي الرياضي، دليل اليعقوبي في الشبكة، شمام يعقوبي، يعقوبي بذكريات بريميرو أغوستو. 1-0 للمكشخة، 1-0 للترجي الرياضي التونسي يا سادة. 1-0 إذا هدف في وقته في وقت أفضلية الغيني، وقلت الكرة جوال والهدف الأول من كرة ثابتة ممتازة جدا من الكابيتان وشمام تتحط الكرة بالرأس. 1-0، هل هو هدف من ولادنا أو هدف من نيران الصديقة؟ في كل الأحوال هي فرحة ترجية أولى وزيارة للشبكة في مرة أولى من جانب الترجي. نعم بالأون جول بكرة ثابتة المدافع الغيني في مرمى. 1-0 في الإعلان الرسمي لتقدم الترجي. ممكن لعب أخرى الآن، ممكن هذا الهدف فيهم انتصار بينالتيات على غوادالاخارا لمركز خامس تاريخي بالنسبة للمشاركة الترجية في كأس العالم. اللي يجيب الثاني، الثاني خلص الآن بالثاني، حط الكرة يا جويني، مش ممكن كاد جويني. 11 نقطة وبلاتينيوم 1-0، بلاتينيوم 1-0، يعني هذا يأكد الكلام أنه حورية قريب جدا. حذاري حذاري يقترب حورية، ثبت لهم الجول التالي الترجي شامبيونز ليج مرشح خارق العادة البطولة جديدة. يضرب كرة حتى الثاني يشوط كرة والثاني والهدف الثاني يضيع يا بلايلي. هذه يلزمها ضربات البدري بصراحة، هذه يلزمها ضربات أنيس البدري. كرة من يوسف والحارس على مارتين كاميرا. الترجي بدا يلنسي في هجماته من الأروقة خاصة من الجهة اليسرى، الآن جات أوامر بالأهداف. إلا المواجهة الأولى في 92 اللي انتهت 2-0 وقتها للفريق الغيني في كوناكري، وترشح الفريق الغيني في زويتن بركلات الترجيح. ترجي رجع 2-0 ولكن ترشح الفريق الغيني، ولكن كانت بداية جيل وقت المباريات الأولى الإفريقية مصر. كرة أخرى وتسديدة والحارس سهلة ترجع الكرة اعتقادي في دور الثمانية من بداية التصفيات في هذه المجموعة. في الأثناء وفي الانتظار حذاري من آخر الدقائق في 1-0 للترجي. كرة ترجع بالراس والحارس يتألق الحارس، كرة أخرى صعيبة ومرة أخرى ضاعت. سيطرة مطلقة لفريق حورية، السيطرة والمباراة لحورية والنتيجة للترجي. 1-0 في أصعب مباراة للترجي في دور الأبطال هذه السنة. تألق مميز جدا رامي جريدي، رامي جريدي فسخ هدف محقق في مرمى الترجي التونسي. شوف يطلع يضرب كرة وبرافو رامي في طريقة للشباك يخلصها رامي جريدي، ثم كرة أخرى تجي عن طريق بونيفاس في موقع سانح ومناسب يضيع التعادل. الترجي في هذه المباراة صعبة الآن للفريق الغيني وترجع ترجية. مشكلة الترجي بالأساس هي الرزنامة. وليبالي للترجي التونسي، ممكن سامح الدربالي، واحدة من سامح الدربالي على القائم الثاني بعيدة طويلة، طويلة سيئة كانت من سامح. كان بإمكانه استثمار ضغط لأن الفريق الغيني قلت لك ما عنده ما يخسر. هذه كانت مباراة تحضيرية للسبت الجاي ضد أورلاندو. كورة برا وتمرت سلامات. ترجع الكرة حمدو الهوني، حمدو يمشي، حمدو حمدو الهوني، حمدو حمدو حط الكرة يمشي، كرة للترجي الرياضي عن طريق الجويني والهدف الثاني. الهدف الثاني يضيع بطريقة غريبة، فرصة كبيرة للترجي الرياضي، فرصة ممتازة وكرة من البلالي عبارة على بينالتي شات البلالي. شوف الاسيست ممتازة، يشوط البلالي والحارس والكرة من الشبكة طلعها المدافع، المدافع رقم 2 اليساري هدو بتوش. كرة في التماس
من محمد علي اليعقوبي. ما زال التقدم في جوهانسبورغ ب2-0 للبلاتينيوم. تقريب نوعا ما كانوا استسلموا اورلاندو. ترجع الكره للترجي، هذه كره خطيره يمشي فيها البدري، كره من البلايلي، البلايلي سايب كره يوسف، يوسف البلايلي حط الكره لحمدو، حمدو خرج له الكره 1-2 عطيه، تعطي في السامبل يلعب في البسيط يا اخي. ترجع الكره مره اخرى للفريق الغيني، تتحول كونتر اتاك للبونيفاس، بونيفاس هو الشمام وكوم، والتماس التماس للفريق الغيني. كره ترجع من توش للفريق الغيني. كرة في وسط الميدان، يرتفع نسق المباراة الآن في هذا الشوط، في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني، نتيجة سكور 1-0 للترجي الرياضي، ماريوس ضد مرماه في منتصف الشوط الأول. ترجع الكرة للفريق الغيني. يرجع الضغط من البدري. كرة تمشي الترجي، يلعب أكثر أجريسيف الآن على الكرة وعلى حملها. هذا المطلوب الآن حذاري، التوزيع السهل للحارس رامي جريدي. الفريق الغيني وقف هجوميا على الترجي أن يكملها هو في الهجوم وينهيها مع دخول اللاعب بريفو في تشكيلة عرية. يوم مرة ثانية حط الكرة، اش تعمل؟ ومحاولة ضايعة للترجي الرياضي، محاولة ضايعة للترجي والشبكة فارغة. ترجع الكرة للفريق الغيني. الريتم على الترجي اقرب الهدف الثاني، فماش كلام، ترجي الشوط الثاني افضل بكثير، الترجي سيطر يتسلطر من جديد والكره تمشي كما قلت. ترجي يعطيك ميتون، ما يعطيكش ماتش، والكره طويله في ظهر الدفاع باش تسلل، يهرب كره انيس، انيس البدري، انيس البدري، انيس البدري، انيس البدري، حط كره للترجي الرياضي وفرصه كبيره للهدف الثاني. الضرب ولا في المليان الان، الترجي يكسر على نياب فريق الشعباني وفريق الترجي في هذا الشوط الثاني، شكل ثاني. شوف الكرات، شوف الكرات العكسيه في ضرب مدافعين، قوه الترجي الانطلاق من بدري، تحرك البدري، يتحرك الهوني، يعطي برشا حلول، 9.5 يوسف البلالي والترجي يلقى روحه، يغادر رقم 17 على فكره متوسط ميدان بافور، يخرج وترجع الكره للترجي الرياضي، فماش خطا يقول الدار، ترجع الكره للترجي الرياضي من سامح الدربالي، خلص يا سامح، يمشي دربالي، دربالي، دربالي وزع كرة، هيا فرصة بالراس مرة أولى مرة ثانية، الدفاع المرتبك، الفريق الغيني معروف، وقت اللي تضغط عليه يشد، يمشي كولي فرانكون، فرانكون محلوة سعد بقير، الترجي يطير، والكرة عن طريق حمدو، يمشي حمدو الهوني، حمدو ممتاز، حمدو امتياز، الهوني الهوني، إيجا هوني، يرجع الكرة حمدو، حمدو، حمدو شو، حمدو، حمدو، يواصل حمدو، يرجع بالكرة يلعب معاه، يلعب معاه، يلعب مع سامح الدربالي، كرة الترجي الرياضي، تتهيأ سعد بقير، سعد بقير، الثاني قريب، والركنية للترجي الرياضي التونسي. الترجي الرياضي وسعد بقير هز كرة، سعد بقير يلعب الكرة لبن محمد، بن محمد لأنه ما طلعش لاعب على اليمين، بن محمد بامتياز، أول تلعب بن محمد يحصل خطأ بورقة صفراء، يحصل مخالفة في موقع السادس. استغلال كرة الثابتة ممكن اليوم هو سيمة المباراة الصعبة ضد حورية. يمشي للتنفيذ الترجي الرياضي على كرة ثابتة، يلعب الترجي الرياضي، إمكانية عن طريق البدري، فرصة القائم الثاني وفرصة فرانكوم، والكرة ترجع من الدفاع، التسديدة فرانكوم، فرانكوم يشوط كرة كما جات، مسات الخطورة والهدف الثاني، ولكن تسلل، الهدف الثاني طه ياسين، طه ياسين منذ دخوله فما تسلل على طه ياسين الخنيسي، هدف أبيض للترجي الرياضي، ولكن الترجي ممتاز في هذا الشوط الثاني. ان شاء الله النتيجه ما تظلم. برافو يا كولي، يمشي بالي، حط الكره سعد بقير، كره عن طريق الدربالي، الدربالي وكره للترجي، فرصه وامكانيه الهدف الثاني، يرجع المدافع الغيني والمرتده حدم عن طريق سعد بقير، يمشي سعد بقير، حط الكره والخنيسي والهدف الثاني فرانكوم، الهدف الثاني من الدبابه، الهدف الثاني من تي ترونت فرانكوم، فما الدبابه العالميه المعروفه ما شاء الله عليكم، تي 52 هذا تي 30 حسب ارقامه، فرانكوم في الشبكه يسجل ثاني الاهداف، يضمن الانتصار، يؤكد الصداره، يحقق الرياده في الشوط الثاني ولا اروع يا ترجي معين، 2-0 لاسيست من تاه جول، لاسيست الاولاني من سعد بقير.